لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد مستضيفه نادي المغرب الفاسي، وذلك في الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الوداد المركز الأول ب49 نقطة، ويبحث عن العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي المغرب الفاسي، وذلك للمنافسة بقوة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم. من جانبه يحصل نادي المغرب الفاسي المركز الرابع ب34 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية عندما يستقبل ضيفه فريق الوداد الرياضي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأربعاء 18 ماي انطلاقا من الساعة 6:15 مساء على أرض ياس المركب الرياضي بفاس، وذلك في الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة رياضية المغربية بشكل حصري.